أهلا بكم في معهد سامسونج للشباب المسن. الحياة الحالة دي موجودة من زمان، لكنها تفشت اليومين دول. حاجة تقطع القلب الحقيقة، زي ما تقول كده حضرتك عجوز في قلب شاب، وهواياتهم غريبة. أنا شطرنج بالنسبة لي مش هواية، ده أسلوب حياة. أنا بلعب حوالي 16 إلى 18 ساعة كل يوم. سامسونج عملت لنا مركز لعلاج حالات أمثال أحمد. بقى لي أسبوعين يا دكتور بلعب كروكيه وبسمع صباح ومش عايز أقلع الروب. هنخليه زي الحصان بإذن الله. ده مش أحمد أخويا، نشتف جيبه وصندل في رجله وبايل بنانا في إيده، بيسمع عبد المطلب. رقصة إسبانية من 7 حروف. فلامينكو. محتاجين حد يساعدنا. الحقني يا دكتور، ابني عجز مني فجأة، شوف لي حل الله يساعدك. ولا يهمك، يلا يا حبيبي، يلا يلا سموح. ماما. يبدأ الشاب المسن أولى مراحل التأهيل، فيعطى موبايل سامسونج جالكسي يونغ ويتخلى عن موبايله القديم. كتير منهم مش بقى عنده قابلية للتغيير، لكن احنا طبعا بنعرف نتعامل معهم كويس. عايزين مني ايه؟ مش تاخدوه على الراديو؟ ابعد يا ابعد يا عم. سنين لا دول لا. ثم تنتقل الحالة الى ثاني مراحل التأهيل، وهي ترك متعلقات الماضي. سيبه يا حمادة. معانا أكتر من 80,000 أبليكيشن بينسونا الملل والإحساس بالعجز. بعض الشباب بيبقى عنده رعشة فيه، ودي بتبقى نتيجة تغيير شريحة المحمول المتكرر. وفي المرحلة الثالثة يتم التخلص من أي مظاهر عجز جسدية. وريني كده يا سامح. إحنا بنسميه التذبذب اللا إرادي، يعني زي ما تقولي كده جات الشريحة تدخل ما لقيت لهاش قاعدة. خد جرب ده كده. حبيبي يا دكتور. وأخيراً يحين دور التخلص من المظهر الممل مع خبراء الموضة والجمال. أسألكم سؤال، نعرف نعمل كم هاشتاج للصورة دي؟ ها؟ هاشتاج سي، هاشتاج فان، هاشتاج سان، هاشتاج انستا لاف، هاشتاج فريندز، هاشتاج توجذر، هاشتاج فور ايفر، هاشتاج تريندي، هاشتاج ايجرز، هاشتاج. خلاص يا دينا برافو عليكي، بس مش كل كلمه في القاموس هنعمل لها هاشتاج. هاشتاج ليلى. ربنا يخليك، انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. حظاظات ولبس جامد. ايه يا سموح، مفيش رعشه ولا حاجه. اه خلاص يا دكتور، رعشه ايه بقى؟ يلا يا سموح باي باي. سلام يا دكتور. ماما. إذا كنت تشعر بأنك أكبر من سنك، فقد تكون المشكلة في موبايلك. تفضل عندنا في معهد سامسونج للشباب المسن، وسنعيد إليك شبابك.